ناخد بقى مداخلات بقى، ما هو ما ينفعش صح كده. خلينا ناخد النجمه الاهلاويه جدا الجميله جدا صديقتي بقى ندى بسيوني. يا مساء الخير على حضرتك. مساء الفل على حضرتك يا نهاوند، كل سنه حبيبتي. وانتم طيبين. كريم دايما سؤال منور، انا في الاهلي ربنا يخليك يا طيبه، شاكر جدا. وبالنجاح والتوفيق لكل اعمالك الحلوه. ربنا يخليك يا الاعلان بتاع الخير بتاع 100 100 ده حلو جدا كمان. شاكر جدا. كل سنه وانت جميل. اهلاوي ده؟ اهلاوي طبعا طبعا. الثالثه شمال يا استاذه، الثالثه شمال ما يتخيرش عن حضرتك في حبه للنادي الاهلي. انا عارفه بس بنكشه يعني. كل سنه وحضرتك طيبه مره ثانيه. وقولي لنا النهارده بقى عملتي ايه وفطرتي مع مين استاذه ندى، عايزين نعرف برضو. لا لا عادي يعني، انا زي كل حد في رمضان. العيله بقى كلها، العيله والناس واللمه الحلوه الجميله. ورمضان حلو في مصر، اجمل صح رمضان. صح دي نقطه فعلا. وطقوسك الرمضانيه بشكل عام عامله ازاي نجمتنا الجميله؟ والله يعني يومي عادي، بصحى بدري وبنام بدري، واصحى على الفجر عادي يعني، مش بنام للمغرب يعني. أوكي. لا عادي يعني، اللي هو حياتي بتبقى هي هي، بس طبعا دخول المطبخ زياده بقى شويه، انت عارف رمضان ده بتاع الاكل بتاعنا يعني. صحيح. طب استاذه ندى، عايزه بس اسالك، لان احنا كنا بنتكلم مع استاذ بيومي دلوقتي على فكره الدراما وحجم المسلسلات الكتير جدا اللي موجود، وده اكيد ليه شكل ايجابي جدا قوي يعني، مدلول ايجابي ما حدش يقدر يقول حاجه، بس ايه المسلسلات اللي شايفه انك هتتابعيها وهتقدري تتابعيها مثلا السنه دي؟ لا انت لسه ما تقدريش، احنا بنقعد كام يوم مش عشان نحدد، بعد كده بنقعد نتابع. بس يمكن مثلا الاختيار مثلا الجزء الثاني فممكن يكون الاختيار. طبعا الاختيار ده اكيد اوبليجاتوري يعني، ده لازم، ده عمل وطن جميل، والجزء الاول كان حلو قوي. صحيح. الجزء الثاني باين طبعا انه حلو، ما تخليش المسلسلات تخطفك بس من متابعه قناه الاهلي يا استاذه. لا لا الاهلي ده انت نجمه اهلاويه اصيله ودايما حريصه على متابعه القناه. جمنا وقريب قوي لعيد ال 114 بتاع الاهلي، فتهنئه خاصه جدا ان شاء الله للنادي الاهلي والكيان الاهلي. وبيومي فؤاد منور وجميل وكل اعماله حلوه، وانتوا كمان منورين. كل سنه وانتوا طيبين حبيبتنا استاذه ندى، وان شاء الله هتكوني معانا في حلقه، وبنقول لحضرتك وللجمهور ان كل يوم ان شاء الله في برنامج يعني رمضان في الاهلي احنا معانا افكار جديده وضيوف ومفاجات كمان، خليني اقول لك بقى، فتابعونا ان شاء الله. نشكرك مره ثانيه استاذه ندى، شكرا ان شاء الله. ثانك يو، ميرسي لكم كلكم. كل سنه وانتوا طيبين. وحضرتك بصحه وسلامه، نورتينا وشرفتينا.